التجار الاخوه كي خذوا القرارات ما قراوش حساب الذروه، الخاطر ماهمش تجار ماهمش صناعيه، معناها ناس موظفين يخدموا على روحهم شهريتهم مسمار في حياتهم امور منظمه. لكن الناس هذه اللي معناها التجار والصناعيه والحرفي واللي بيع، معناها الواحد هكا الناس هذه التركيبه هذه نساوها، خاطر ماهيش تابعه للمجتمع التونسي. خاطر وقت اللي معناها الموظف ياخذ جمعه هذه الموجه او غير او الشامل يخلص في شهريته. القاضي كي يعمل جراف يخلص في شهريته. المهندس كي يعمل جراف يخلص في شهريته. الكل هذم يخلص في شهرياتهم. والعامل اللي يخدم مع الخواص يخلص كيف كيف. معناها بطبيعه الناس اللي تخدم مع الشركات الخاصه اذا كان معناها فما معناها حجر شامل والحاجه يخلصوا. لكن التجار اللي لهم ربي هكم معناها مش تابعين تونس. هم نساو معناها الواحد الفئه هذه الفئه الضعيفه هي يلزم يدققوها. سيتو واضح الامور. فما التوجه حلو اللي هو الفئات الضعيفه اللي كانوا يخدموا في الوتله. قل لي اللي كانوا يخدموا في الوتله وينهم؟ اللي كانوا يخدموا مع الكواد وباز لوتيك وكل واحد قل لي وينهم ونمشاو؟ ما عملوا طريف تجاره ودبروا روسهم من هنا والناس مشات للاسواق ومشات للواحد باش يوكل صغاره باش يعيش. احنا وقت اللي نجيو معناها هو ماشي الواحد انت تو تمشي المرشي وتمشي الواحد شكون باش تلقى؟ ما تلقى هك الناس هذوما الفئات الضعيفه زعما معناها الواحد راهي اتحاد صناعه وتجاره فيها لي كاتيجوري الكل نتاع العباد نتاع المؤسسات الصغرى والمتوسطه والكبيره والصغيره الكل على بعضه. احنا نقابيين ندافعوا على القطاعات، القطاعات تمست نتاع التجار. وقت اللي يتكلموا تجيو الناس كل الثور ضدهم. ايش بيه معناها ما ثورتوش ضد وقت اللي توقف البلاد معناها في جرافات وواحد كل عادي هكا. باهي سالي انتم طلبتوا من سلطه الشراف من رئاسه الحكومه كونها تراجع التوقيت نتاع الحجر هذا. اي نعم. فماش ردود افعال لحد الان، انتم قلت لها خليه اجلوه لبعد العيد. قلنا. اي فماش تفاعلوش معاكم. ما تفاعلوش. عمليا على ارض الواقع شو مش تعملوا؟ تو على ارض الواقع عن وقفه احتجاجيه اليوم على العاشر. قدام الولايه. قدام الولايه. ايوه لكن الوقت يجري كل نهار بحساب خاطر انتم هذه فتره تضربوا. هو اللي كان يصير حتى شيء اليوم هاي برا ما صار شيء. بحيث معناها احنا معناها كاتحاد صناعه وتجاره لو خيان مأطري ماناش نعملوا التشويش ماناش باش نعملوا الحوايج الخايبه ماناش معناها كذا نمشيو معناها بالسياسه المراحل كما يقولوا ونمشيو قد قد ماناش معناها مش نعملوا التشويش. لكن الناس هذه اما تنجموا تعملوا عصيان مدني. ايش معناها عصيان مدني؟ لا في وقت من الاوقات في المره الفارطه هددتوا حتى في بياناتكم بعصيان مدني. هددت مش عصيان مدني يعني ما تخلص القبضه ما تخلص السينسيس ما تخلص كذا. الناس هذه تحافظ على خبزتها وعلى قوت عيشها اليومي. راهو الناس هذه معناها بتبكي بالدموع اللي عنده 4 فرنك مش يشري سلعه وحطها على اساس مش يبيعها مش يبيعها في الايامات هذه الاربع ايام هذو وعلى معناها على مر السنين دائما الجمعه الاخيره نتاع العيد الناس تقضي واحنا عن عاداتنا وتقاليدنا ناخذ البيشات الصغيرات ياخذهم بعد فما الرونتري سكولير ويلبس هك الصغير هكايا يعني عندنا معناها مره والاثنين في العام نشيخوا صغارنا اذا به توا لا هذايا السلعه اللي مشات له عنده المرطبات مثلا وقتاش باش يبيعها؟ إذا كان ما يبيعهاش في الجمعة الأخيرة نتاع العيد. بعد عيد شكون نزل يشري ما عنده؟ ما عادش. فما اللي يعملها بالذمة. يعمل معناها ويشري حلويات ويشري كل شيء عنده 4 فرنك مليون ونص مليون. يعملها ماكل طريفات وكل ويبيع ويوكل الصغيرات المراكل تعمل الرقاق ويعملوا الخبز ويعملوا الواحد. تيمو هذا من يعيشوا. راهي الفئات الضعيفة هذه ضرب للفئات الضعيفة مستهدفة. يعني تو احنا ولينا نمشيو التوجه نتاع الواحد ما نقولش يعني عن قصد او غير قصد توجه معناها تفقير النتيجه نتاعو تفقير هو تفقير لا اكثر ولا اقل. غدوه بعد العيد جمعه اثنين بعد العيد تو تلقى الشيكات هابطه كي المطر والبنوك ما ترحمش واللي معناها خلص خلص وعنده معناها هاك الاوقات اللي يعطيني همرو ما كانش يمشي معناها يبيع داره